بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في الكلام على شرح كتاب مجمع الأصول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى، وكنا قد دخلنا في الدرس السابق ما يتعلق بالأصلين الثالث والرابع من الأصول المتفق عليها، وهي الإجماع والقياس. وينبغي أيضا أن نتنبه لشيء في مبحث الإجماع، وهو الفرق بين مصطلحي نقض الإجماع وخرق الإجماع. فمن يعرف الفرق؟ نقض الإجماع وخرق الإجماع، ما الفرق بينهما؟ سؤال لاختبار الفهم الدرس السابق. أحسنت ما شاء الله، هو هذا. نقض الإجماع سائغ، وخرقه غير سائغ، غير جائز. فنقض الإجماع مثلا من يشترط انقراض عصر المجمعين، فإذا اتفقوا في لحظة، اتفق علماء العصر في لحظة على مسألة ولم ينقرض عصرهم، وكنا نشترط مثلا انقراض عصره، فجاء في اليوم الثاني وخالف أحدهم، هذا نقض وخرق، هذا نقض للإجماع، فهذا سائغ وبه ينعدم الإجماع، يزول الإجماع، تصير المسألة ترجع المسألة خلافية. وأما خرق الإجماع فيكون بعد انعقاد الإجماع بتمام شروطه، بحيث لا يصح لأحد مخالفته، فهذا يسمى خرقا للإجماع فلا يجوز. وفي نفس الوقت نقول لا يؤثر، مخالفة هذا المخالف لا تؤثر في الإجماع، فيبقى الإجماع إجماعا ولا ترجع المسألة خلافية. الآن في صفحة 22 قال المؤلف رحمه الله: الاجتهاد وهو بذل الفقيه الجهد إلى آخره. كلمة الأصل الخامس ليست من المتن، ليست من المتن. نعم، طيب من يقرأ؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: الاجتهاد وهو بذل الفقيه الجهد في تعرف الحكم الشرعي الظني. الجهد بفتح الجيم. أحسن الله عليك. وهو بذل الفقيه الجهد في تعرف الحكم الشرعي الظني، والمجتهد من صلح لذلك بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق به من الأحكام، ومن السنة ما تقدم في الكتاب والناسخ والمنسوخ منهما والإجماع، ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد. ولا يكفي معرفة الفروع ولا الأصول ولا عدالته ولا حفظ القرآن. أحسنت. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاجتهاد، ثم قال: وهو بذل الفقيه الجهد في تعرف الحكم الشرعي الظني. وكلمة الفقيه لم ترد في باقي النسخ المطبوعة، وحذفها أولى، لأنه لا يجوز بذل الجهد في استخراج الحكم الشرعي الظني إلا للمجتهد، والفقيه معناه المجتهد. فلو عرفت الاجتهاد بأنه بذل المجتهد الجهد لسار دورا. قال: بذل الفقيه الجهد في تعرف الحكم الشرعي،
إذن المجتهد يطلق على من بذل جهده في والنظر في الأدلة الشرعية وطرق دلالاتها حتى يصل إلى معرفة الحكم الشرعي فيخرج بهذا الحكم غير الشرعي الحسي أو العقلي أو غير ذلك من الأحكام، فلا يسمى صاحبه مجتهداً بالمعنى المعروف في العلوم الشرعية، وإلا فالعلوم الأخرى فيها المجتهد وفيها المقلد. ألا ترون علم النحو مثلاً فيه المجتهد وفيه المقلد وسائر العلوم؟ قال: الظني قيد للحكم الشرعي، لأن الأحكام الشرعية إما قطعية وإما ظنية، فمحل الاجتهاد هو الحكم الشرعي الظني، هو محل الاجتهاد. أما القطعي فهو مفروغ منه، هو واضح ظاهر، بل لا يسوغ فيه الاجتهاد لأن دلالته قطعية والمخالفة ممنوعة. قال: والمجتهد من صلح لذلك. المجتهد يعني من صلح لتعرف الحكم الشرعي الظني يسمى مجتهدا. قال: بأن يعرف، هذا شروع في شروط المجتهد، شروط الاجتهاد. متى يصدق على الرجل أنه صار مجتهدا؟ لابد من توافر عدة شروط فيه حتى يصح له الاجتهاد ويصدق عليه أنه مجتهد. وما الغرض؟ ما الغرض أن نقول توافرت فيه الشروط فصار مجتهدا؟ هل يتعلق بهذا حكم شرعي إذا صار مجتهدا؟ من يعرف؟ تفضل. أحسن، جزاك الله خير. في إضافة؟ أحسن، أحسنتما جميعا. نعم، نقول إذا صار مجتهدا تعلق بذلك حكم شرعي، وهو أنه يجب عليه أن يستخرج بنفسه الأحكام، يجب عليه الاجتهاد في استخراج الأحكام أو معرفة الراجح من الأقوال عندما تكون المسألة خلافية، وكذلك في استخراج العلل وفي إعمال القياس وغير ذلك، يجب عليه وجوبا. وإذا لم تتوفر فيه الشروط فقلنا أنت مقلد ولست مجتهدا، فإن هذا يتعلق به حكم، وهو أنه يحرم في حقه الاجتهاد ويجب في حقه التقليد بأن يسأل أهل العلم. قال: بأن يعرف من الكتاب، أي القرآن العزيز، ما يتعلق به من الأحكام، وهو ما يسمى بآيات الأحكام، آيات الأحكام التي قيل إنها 500 آية، وقيل أكثر وقيل أقل. قال: ومن السنة الصحيحة والسقيم. أصلح العبارة، في خطأ في عبارة الكتاب المطبوع، مكتوب عندكم ومن السنة ما تقدم في الكتاب، لا، صواب العبارة: ومن السنة الصحيحة والسقيم. الشرط الثاني من شروط المجتهد أن يكون عارفا بالوحي الثاني، حافظا للسنة، خصوصا ما يسمى بأحاديث الأحكام، وليس هذا فقط، بل هناك شرط زائد على الشرط السابق، لأن الشرط السابق يكفيه أن يعرف آيات الأحكام وكلها متواترة صحيحة، لكن في السنة بعد أن يعرف أحاديث الأحكام يشترط شرط زائد، وهو نعم أن يعرف الصحيح والسقيم، لأن الحديث الصحيح هو الذي تقوم به الحجة في الأحكام الشرعية وفي استخراج العلل والحكم، وأما السقيم الضعيف فلا تقوم به حجة ولا يجوز الاعتماد عليه في الأحكام. قال: طبعا يلزم من هذا
أنه يشترط للمجتهد أن يعرف ما يميز به الصحيح والسقيم، واضح؟ إذن عندنا أن يعرف أحاديث الأحكام، وأن يعرف صحيحها وسقيمها، وأن يعرف الآلة التي بها يميز الصحيح والسقيم، وهو ما يسمى مصطلح الحديث، وأيضاً القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة، واضح؟ قال: والناسخ والمنسوخ منهما. الضمير في منهما يرجع إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى الكتاب والسنة. فالشرط الثالث من شروط المجتهد أن يعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن العظيم ومن السنة المشرفة. ولما هذا الشرط؟ لما اشترط في الاجتهاد؟ أحسنت، نعم، لأن النص إذا كان منسوخا فهو قد بطل العمل به، فما يصلح أن يأتي إلى نص منسوخ ويبدأ ينظر فيه ويعمل فيه القواعد ويستخرج منه الأحكام، بينما هو منسوخ قد فرغ العمل به وانتهى من زمن التشريع. وكذلك لا يأتي إلى نص هو محكم ليس منسوخا فيدعي فيه النسخ. قال: والإجماع. الشرط الرابع أن يعرف الإجماع، وليس المقصود هنا أن يعرف باب الإجماع من كتب أصول الفقه، القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع، أن يعرف ماهية الإجماع وشروطه وأنواعه وأحكامه، لا، ليس هذا، إنما يقصدون بهذا الشرط أن يعرف المسائل الشرعية التي انعقد عليها إجماع العلماء، يعني أن يعرف مواطن الإجماع ومواطن الخلاف من المسائل الفقهية. ولماذا هذا الشرط؟ نعم، حتى لا يأتي إلى مسألة خلافية ويدعي فيها الإجماع ويلزم الناس بحكمها بينما هي محل اجتهاد ونظر يسوغ فيها الخلاف. وكذلك العكس، لا يأتي إلى مسألة إجماعية فيظنها خلافية ويبدأ يجتهد وينظر ويبحث ويخالف بينما هي محسومة، حكمها مفروغ منه لأنها انعقد عليها الإجماع، ولا يجوز مخالفة الإجماع حتى للمجتهدين، حتى لو حسن له نظره مخالفة الإجماع بالدليل فليعرف أنه وهم، أنه وهم وليس صوابا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس قال: ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد. إذن الشرط الخامس أن يعرف من علوم العربية ما يتعلق به غرض المجتهدي، ما يتوقف عليه استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، وضرب لذلك أمثلة بماذا؟ بالنص، وهو دلالة اللفظ على دلالة الكلام على معنى من غير احتمال آخر، والظاهر وهو دلالة الكلام على معنى مع احتمال آخر مرجوح، والمجمل وهو ما لم يتضح معناه أو دل على معنى مع احتمال آخر مساو له، والحقيقة وهي استعمال اللفظ في وضعه الأول، يعني فيما وضعته له العرب أولا، والمجاز وهو استعمال اللفظ فيما وضعته العرب له ثانيا، يعني في غير موضوعه الأصلي، والعام وهو اللفظ الدال على شمول أفراده الداخلة تحته بلا حصر، والخاص وهو ما دل على فرد أو أفراد معينين، والمطلق وهو ما دل على فرد غير معين شائع في جنسه
والمقيد عكسه، وهو ما دل على شيء معنى خاص غير شائع في جنسه. هذه الأشياء كلها مرت معنا، أليس كذلك؟ ولهذا مررنا عليها سريعا، النص والظاهر والمجمل والحقيقة والمجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد. نعم تفضل. ولا يكفي، ولا يكفي معرفة الفروع ولا الأصول ولا عدالته ولا حفظ القرآن. ويتجزأ الاجتهاد والمصيب في المسائل الظنية واحد، ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر. نعم أحسنت. قال ولا يكفي معرفة الفروع ولا الأصول، يعني ولا يكفي المجتهد أن يعرف الفروع وحدها ولا الأصول وحدها، هذا مراده. لا يكفي أن يعرف مسائل الفروع الفقهية وحدها، فلو حفظ مسائل الفقه كلها ولو كانت مئة الآلاف ولم يعرف الأصول، يكون مجتهداً أو مقلداً؟ سوف يبقى مقلداً. وكذلك الأصول، لو مهر في الأصول وحدها ولم يعرف من الفروع شيئاً أو شيئاً أو عرف شيئاً يسيراً، فإنه يبقى مقلداً. إذن لابد من ماذا؟ أن يعرف الفروع والأصول، لابد من الأمرين. قال ولا يشترط عدالته، بعد كلمة ولا أضف كلمة يشترط. قال ولا يشترط عدالته، من هو؟ المجتهد. طيب والمفتي، تشترط عدالته ولا لا؟ ما تشترط، فهذا الفرق، هذا من الفروق بينهما. إذن ولا تشترط عدالته، من هو؟ المجتهد. فإن الرجل قد يبلغ مرتبة الاجتهاد ولو لم يكن عدلا، هذا ممكن من حيث الإمكان ممكن. طيب وفائدة هذا حين يبلغ مرتبة الاجتهاد؟ الفائدة سوف تكون قاصرة حينئذ لا متعدية، بمعنى أنه يجب هو أن يعمل بما وصل إليه اجتهاده، هو يلزمه العمل بما وصل إليه اجتهاده، يكون متعينا في حقه لأنه بلغ مرتبة الاجتهاد، لكن لا يفتي غيره. واضح؟ هو مجتهد لكن ليس عدلا، فنقول حينئذ يعمل بما وصل إليه اجتهاده ولا يفتي غيره، لأن الفتوى إخبار عن حكم الله تعالى، والمخبر شرطه العدالة. واضح؟ قال ولا حفظ القرآن، يعني ولا يشترط في الاجتهاد أن يحفظ القرآن كاملا. طبعا نحن عادتنا ما نشير إلى الخلاف في المسائل، وإلا كثير مما نقرأه فيه خلاف، فهذا رأي المصنف وكثير بل أكثر الأصوليين على أنه لا يشترط في المجتهد أن يحفظ كامل القرآن. قال ويتجزأ الاجتهاد، الاجتهاد ليس شرطا أن يكون في جميع أبواب العلم، العبادات والمعاملات المالية والأنكحة والجنايات، لا ليس شرطا، بل يمكن أن يكون في بعض هذه الأبواب، بل في باب واحد، بل قيل في مسألة واحدة، لأن ذلك ممكن من حيث الإمكان ممكن، بل لا يكون المجتهد مجتهدا مطلقا حتى يكون مجتهدا اجتهادا جزئيا. فهل رأيتم أحدا بلغ رتبة الاجتهاد دفعة في كل مسائل العلم أو على التدريج؟ على التدريج، ما من إمام من أئمة الاجتهاد إلا وكان مقلدا، ثم عرف بعض مسائل العلم، ثم عرف أكثر، ثم أكثر، إلى أن صار مجتهدا.
فالاجتهاد يتجزأ. يمكن يعني يمكن مثلا يكون مجتهدا في المعاملة المالية يحسن الترجيح والاستنباط والتخريج في النوازل الجديدة، لكن مثلا مسائل العبادات قد يقصر علمه عنها، هذا ممكن. ثم قال: والمصيب في المسائل الظنية واحد، يعني في الواقع ونفس الأمر. المسائل الظنية التي يسوق فيها الخلاف وتتعدد فيها الأقوال، المصيب من هؤلاء العلماء المختلفين هو واحد، لأن مراد الله سبحانه وتعالى واحد في هذه المسألة، يعني حكمه في المسائل في كل مسألة حكم واحد، لا يمكن أن يكون حكم الله في المسألة الواحدة هو الحل والحرمة معا، يمكن هذا؟ هذا محال، ما يكون في شريعة الله. إذن المصيب من المجتهدين في مسائل الخلاف واحد، والبقية مخطئون، لكنهم مصيبون كلهم من جهة إعمال الاجتهاد والنظر، فالطريق سائر وصحيح للكل، لكن إصابة الحكم تكون لواحد منهم، والبقية مخطئون وكلهم مأجورون مثابون، إلا أن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد كما صح بذلك الخبر. نعم. ثم قال: ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر. نعم، هذه مسألة يذكرها بعض الأصوليين، وهي يعني مسألة ليس بها كبير حاجة، لكن نشرحها. يقولون يعني لو أن شخصاً اجتهد في ما هي الملة الحقة، فقال: ظهر لي بالاجتهاد والأدلة والنظر أن الإسلام ليس صواباً وليس من عند الله، هذا ما حكمه؟ فهذا لا شك قطعاً أنه آثم مخطئ كافر مرتد، لأن هذا شيء مقطوع به. وذكرنا في أول مسألة في مسائل الاجتهاد أن الاجتهاد محله الظنيات، يعني المسائل التي يسوغ فيها الخلاف والنظر والاجتهاد، أما هذه المسائل فهي مقطوع بها في دين الله. قال: وتعادل دليلين قطعيين. نعم، تفضل. تفضل، لك سؤال. نعم نعم، يتجزأ في حق الواحد. نعم، في حق الرجل الواحد. وتعادل دليلين قطعيين باطل وكذا ظنيين، ولا يسوق للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متناقضين بل في وقتين، ومذهبه آخرهما إن علم التاريخ، وإلا فأشبههما بقواعده وأصوله وأقربهما إلى الدليل. نعم. قال: وتعادل دليلين قطعيين باطل. باطل لا يجوز اعتقاده، وغير موجود أصلا أن يتعادل أي يتعارض على سبيل التساوي. التعادل معنى التعارض على سبيل المساواة. دليلان قطعيان في شريعة الله، هل يوجد هذا؟ لا يمكن أن يوجد هذا إلا في حالة واحدة. من يعرف؟ لا أقصد في الأدلة الشرعية. أحسنت أحسنت، في النسخ. في النسخ يتعارض الدليلان القطعيان والدليلان الظنيان على سبيل التساوي، مثل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، مع: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فهما دليلان قطعيان متعادلان على سبيل التساوي، لكن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. نعم. قال: وكذا ظنيين، أي الدليلان الظنيان لا يمكن في شريعة الله أن يتعارضا على سبيل التساوي، بحيث لا يجد المجتهدون
ترجيحا لأحدهما على الآخر، فهذا أيضا لا يمكن إلا في النسخ أيضا، فإن النسخ يمكن أن يتعارض الدليلان الظنيان ويتساوي من كل وجه، لكن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، مثل خبر ادخار لحوم الأضاحي تحريمها ثم إباحتها، إباحة المتعة ثم تحريمها، والمنع من زيارة القبور ثم زيارتها. نعم. قال: ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متناقضين بل في وقتين. ولا يسوغ يعني ولا يجوز للمجتهد الفتوى في وقت واحد، في وقت واحد يسأل وهو في مجلس واحد فيقول في نفس الوقت بقولين، بفتويين متناقضتين أو متضادتين، يعني سواء كانتا متناقضتين أو كانتا متضادتين. فمثال المتضادين، لو سئل مثلا عن صلاة الوتر فقال هي واجبة هي سنة مستحبة، يجوز هذا في نفس الوقت؟ لا، ما يجوز هذا. الفتوى تعليم أو تجهيل؟ الفتوى تعليم، تعليم للناس وتبليغ لدين الله، فهل يناسب التعليم أن يأتي بالحق بالحكم وضده في نفس الوقت؟ لا، ما يصح هذا، سوف يبقى السائل متحيرا، ما الحكم؟ ما يدري، ما استفاد شيئا. وكذلك المتناقضين، مثل لو سئل عن حكم صلاة التسابيح فقال هي سنة هي بدعة في نفس الوقت، يجوز هذا؟ لا، ما يجوز هذا، مثل هذا لا يجوز. قال: بل في وقتين. لماذا يجوز له أن يخالف حكمه في وقتين مختلفين، مثل اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء؟ لماذا ساق؟ ها، أحسن، جزاك الله خير، لأن نقول سوف أعاد النظر والبحث فغير رأيه، وما من إمام إلا وغير بعض آرائه، لا يوجد أحد أفتى أو علم الناس العلم من المجتهدين وبقي على آرائه من أول حياته إلى آخر حياته، لا بد أنه ينظر ويبحث ويغير بعض أقواله. قال: ومذهبه، يعني قوله ومذهبه يعني في الحالة الأخيرة التي قال فيها بقولين متضادين أو متناقضين في وقتين اثنين، وكان هذا يعني هذا الإمام، ماذا نعتمد من مذهبه؟ كيف نعرف؟ هو الآن له قولان متضادان أو متناقضان. قال: ومذهبهما آخرهما إن علم التاريخ، إن علم التاريخ، فتكون الأقوال في حق المجتهدين كالنصوص في حق الشرع، أن المتأخر ينسخ المتقدم، كذلك أقوال الأئمة المجتهدين كالأئمة الأربعة رحمهم الله، القول المتأخر ينسخ المتقدم. ومثال هذا ما رواه الإمام الترمذي في سننه أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى دعا في مرض موته بماء وفي قدميه جوربان، فتوضأ ومسح على الجوربين وقال: فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله من قبل. فهذا نص صريح على أن آخر القولين للإمام أبي حنيفة رحمه الله هو المسح على الجوربين، بينما الرواية التي عنه قبل ذلك هو عدم المسح على الجوربين. واضح؟ نعم. قال: وإلا، ما معنى وإلا؟ يعني نعم، وإن لم نعلم التاريخ ونقل عن أن الإمام قولان متضادان أو متناقضان فالترجيح، إذن بدل النسخ سوف يكون هناك
الترجيح. ترجيح بماذا؟ قال بموافقة الأصول والقواعد، بأن يكون من أصوله مثلاً إعمال العادة فيما مجاله العادة، أو الاستحسان، أو الاستصحاب، أو الاحتياط، أو غير ذلك، بموافقة الأصول والقواعد العامة، أو بما يوافق الدليل، يعني الآية أو الحديث. مثاله روي عن الإمام أحمد في مسح الأذنين في الوضوء، روي عنه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، القول بالوجوب والقول بالاستحباب، يعني عدم الوجوب. فإذا لم نعلم التاريخ سوف نقول الراجح هو القول بالوجوب، لأنه أوفق لقواعد الإمام، وهو الاحتياط. أيهم أحوط وأبرأ للذمة؟ أن تمسح الأذنين، صح؟ فنرجح بالقواعد، قواعد الإمام. نعم. أو مثلا لو نقل عن أحد الأئمة أن الإنفاق يكون فقط وجوب النفقة، يعني على القريب. من هو القريب؟ لو روي عنه روايتان، الإنفاق على القريب ذي الرحم المحرب، والإنفاق على كل قريب يدلي إليه من أصول أو فروع أو حواشي ويكون وارثا. الثانية فيها عموم، صح؟ والأول فقط الإنفاق على القريب ذي الرحم المحرم، كالأخ ينفق على أخيه مثلا. فإذا أردنا الترجيح قلنا الأوفق للنصوص الشرعية هو الإنفاق على كل قريب محتاج. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية تشهد لهذا، صلة الرحم، صح؟ أليس هذا من صلة الرحم؟ الإنفاق، أليست الآيات جاءت والأخبار بالإنفاق على ذوي القربى؟ هل قالت ذي الرحم المحرم ولا عممت؟ عممت. إذا النصوص الشرعية تشهد للتعميم، فنرجح من هذا الباب. نعم. ونقوم بهذا، انتهينا من مبحث الاجتهاد، نأتي إلى مبحث جديد وهو التقليد. تفضل. ويقصد الآثم، لأنه ورد هناك أن المجتهد يثاب إذا أخطأ ثوابا واحدا، وإذا أصاب يثاب ثوابين، فذكر هنا سب أن يذكر أنه لا ثواب في هذا، وإلا كما تفضلت يكفي يغني عنها أن يقول كافر. نعم. خاتمة. التقليد قبول قول الغير من غير حجة، ويجوز في الفروع لا في الضروريات الدينية، والأحكام الأصولية لا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد، ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة، ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد. أحسنت. قال خاتمة، وفي أكثر النسخ المطبوعة بدون هذه الكلمة، يعني التقليد مباشرة، وإلا هو كالخاتمة للذي قبله، لأن التقليد يذكر في ذيل الاجتهاد. نعم. فقال التقليد قبول قول الغير من غير حجة، أن يقبل الرجل من غيره الحكم الذي يصدر عنه من غير أن يعرف حجته ودليله، فيسمى هذا تقليداً، يسمى تقليداً. ومن ثم فالمقلد يلزمه العمل بالحكم ولو لم يعرف الدليل. يعني من فوائد أيضاً هذا التعريف أن العامي لا يجب عليه أن يسأل عن الدليل، ما يسأل عن المآخذ، إنما يسأل عن الأحكام. وفي المقابل المجتهد المفتي يلزمه بيان الأحكام ولا يلزمه بيان الدليل للعامي، إلا إذا سأل عنه وكان ينفعه السؤال، فحينئذ نعم يذكره له، وإلا فالمجتهد لا يلزمه إلا بيان الأحكام، لأن الذي يحتاجه المقلدون ما هو؟ الأحكام. يعني عندنا في دين الله عندنا أحكام، وعندنا أدلة، وعندنا علل، صح؟ فالأحكام تهم الجميع، المجتهدين والمقلدين. طيب الأدلة والعلل
تهم المجتهدين، واضح؟ كيف؟ ذكرنا هذه المسألة قبل قليل، ما يجوز أن يفتي بقولين متناقضين أو متضادين في مجلس الفتوى. لكن مجلس التعليم ليس مجلس كمجلس الفتوى، فمجلس التعليم يسوغ أن يذكر للطلاب القولين والثلاثة المختلفة في المسألة الواحدة، لأن هذا ليس مجلس فتوى تكون الحكم يكون ملزما للمخبر وهو المستفتي، هذا مقام تعليم. فيجوز حينئذ إلقاء القولين والثلاثة ويذكر الأدلة ويسكت عن الترجيح. ما يلزم؟ هل يلزم المدرسين أن يبينوا الراجح في كل مسألة؟ يلزمهم ماذا في مقام التعليم؟ لا، ما يلزمهم، مقام التعليم غير مقام الفتوى. نعم. قال: ويجوز في الفروع، وهذا واضح، ويجوز في الفروع يعني مسائل الفقه، يجوز التقليد في مسائل الفقه. قال: لا في الضرورات، لا في الضروريات الدينية، لا في الضروريات الدينية، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، تحريم الربا، تحريم حقوق الوالدين، هل هذا يقلد فيها؟ يجوز التقليد فيها؟ يقول: أنا ما أصلي إلا تقليدا، لأن إمام المذهب نص على هذا، فلو لم ينص عليه ما اعتقدته واجبا في دين الله. ما رأيكم؟ يجوز هذا؟ لا، ما يجوز. الإنسان يحاسب على عمله وعلى اعتقاده، فأنت كل عمل تعمله فيه شيئان، عمل واعتقاد. أنت حين تكبر وتصلي هذا عمل، طيب والعقيدة ما هي؟ أن الله أوجب علي هذه الصلاة ويحرم علي تركها، هذا اعتقاد، واجب عليك وجوبا. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فمن ثم هل يأتي الواحد يجوز له أن يقلد في الأشياء التي علمت من الدين بالضرورة؟ ما يعني كل مسلم صغير أو كبير، عالم أو متعلم، يعرف وجوبها في دين الله أو تحريمها في دين الله، ثم يقول: ما أفعلها إلا تقليدا وما أتركها إلا تقليدا، يجوز هذا؟ لا، ما يجوز، لا يجوز هذا. قال: والأحكام الأصولية لا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد. وفي بعض النسخ: والأحكام الأصولية ولا يجوز. وضح الفرق بين العبارتين؟ أعيد الآن، التي في بين النسخ التي بين أيدينا: لا في الضروريات الدينية، ثم والأحكام الأصولية لا يجوز فيها الاجتهاد، فتكون الواو استئنافية، ويكون كلمة الأحكام مبتدأ، وتكون جملة جديدة، قاعدة جديدة. وفي نسخة أخرى: لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية، عاطفة، ثم ولا يجوز فيها الاجتهاد، مسألة جديدة. ما نقول أنها الراجحة الآن، أنا الآن ما نقول أرجح النسختين، لأن كما ترون كلها نسخ مطبوعة، فلن نجزم بصواب إحداهما إلا بالرجوع للنسخ المخطوطة للكتاب. أما المطبوع قد يكون كلها خطأ، أليس كذلك؟ قد يكون الخطأ يعتريها كلها. طيب، على كل، نشرح على ما ذكر هنا. قال: والأحكام الأصولية، يقصد بها أصول الدين، ما هو أصول الفقه، ليس أصول الفقه، أصول الدين. قال: والأحكام الأصولية لا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد. هنا يعني يجب أن نبين الصواب في المسألة، لأنها مسألة مهمة. يعني هذا الكلام صحيح في شيء وخطأ في شيء آخر. هو صحيح في الكليات والمسائل القطعية، هذا صواب، يعني هذا الكلام يكون صوابا،
لكن في المسائل الظنية والاجتهادية في مسائل أصول الدين يجوز فيها الاجتهاد ولا لا؟ يجوز. يعني يقول هو والأحكام الأصولية يعني أصول الدين لا يجوز فيها الاجتهاد حتى لو كان مجتهدا، فنقول صواب إذا كان في الأمور الكلية مثل ربوبية الله سبحانه وتعالى، هذه مسائل من الكليات، كونه سبحانه وتعالى هو الرب المدبر الخالق لهذا الكون، وكذلك الإلهية كونه هو الإله الحق سبحانه، هذه ما يجوز فيها الاجتهاد أصلا، وكذلك الأمور القطعية حتى لو كانت جزئية في العقيدة، حتى لو كانت من المسائل الجزئية كتفضيل العشرة من الصحابة على البقية، أو بعض مسائل الغيب وما يحصل يوم القيامة، واضح؟ هذه مسائل قطعية، الحوض يعني الكوثر والميزان وغير ذلك، هذه أمور مقطوع بها، ليس لا يجوز فيها الاجتهاد، لا يسوغ فيها الاجتهاد أصلا. لكن المسائل الجزئية الظنية هل يجوز فيها الاجتهاد؟ الجواب نعم، لأن أصول الدين مثل فروع الدين كلاهما حكم الله سبحانه وتعالى، وأدلة الاجتهاد هل جاءت مقيدة؟ الأدلة التي سوغت للمجتهدين الاجتهاد وأوجبت على المقلدين التقليد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل قيدت؟ هل قيد قالت إن كان في أصول الدين فلا، وإذا في فروع الدين نعم؟ وجدتم هذا؟ لا يوجد. وقد عرفتم من قبل أن العام يجب إجراؤه على عمومه والمطلق على إطلاقه في جميع الأحوال إلا ما خصه أو قيده الدليل، واضح يا شباب؟ فنعرف بهذا أن أصول الدين إن كانت مسائل قطعية أو من الكليات لا يسوغ فيها الاجتهاد ولا التقليد، والمسائل الظنية يسوغ فيها الاجتهاد ويسوغ فيها التقليد. تفضل يا شيخ. مثال على المسائل القطعية كنا مثل الحوض والكوثر، الظنية أي نعم حسب ما مثلنا لها، المسائل الظنية مثل تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة، المسألة هذه قطعية ولا ظنية؟ هذه ظنية، ولهذا وجد من خالف فقدم عليا على عثمان، وجد هذا. تفضل. القطعي يعني ثبت بالأدلة القطعية أو الإجماع، يعني مثلا مجمع عليها، هذه خلاص مقطوع بها يحرم فيها الاجتهاد والنظر. مسائل الظن التي يسوغ فيها الخلاف ما انعقد عليها الإجماع والخلاف فيها سائغ مثل ما مثلنا، واضح؟ ومثل هل يجلس الله سبحانه وتعالى نبيه يوم القيامة على العرش، اختلف فيها السلف أنفسهم، منهم من قال يجلسه ومنهم من قال لا يجلسه، فهي مسألة عقدية ظنية يسوغ فيها الاجتهاد والتصويب والتخطئة. نعم ماشي شيخ. أي نعم من جهة أخرى، يعني من جهة أخرى، نعم صحيح، جزاك الله خير. طيب قال في أحد يسأل، أيوه أحسن، جزاك الله خير، نعم جزاك الله خير. طيب ثم قال ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة، يلزم من المجتهد أن يكرر النظر في الدليل، أن ينظر في الأدلة ووجوه دلالة الأدلة، فيجمع ويستقصي ويبحث ويبذل غاية وسعه لمعرفة الحق عند تكرار الواقعة. لما؟ لأنه قد يطول الزمان فينسى دليله الأول، والمجتهد لا يقول حكما إلا بدليل، ولأن بعض المسائل تكون اجتهادية مردها إلى الاجتهاد كأن ترجع إلى العرف، والعرف قد يتغير فيحتاج أن يعيد النظر في الدليل، واضح؟ ولأنه قد يخفى عليه دليل في الاجتهاد الأول ويظهر له في الاجتهاد الثاني،
أليس ابن عمر قال كنا نخابر 40 سنة؟ حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فانتهينا. إذن كم عمل باجتهاده الأول؟ مدة، نعم، ثم بعد ذلك ظهر له دليل. فكذلك إذن يجب عليه تكرار النظر، والأجر على قدر النصب. نعم هذا فيه تعب عليه، لكن فيه زيادة لأجره وثوابه عند الله. قال ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل. نعم يجوز. كيف يا شيخ؟ ما أسمعك. نعم أحسنت. ولا يجوز الفتية والحكم إلا من مجتهد، ولا يجوز الفتوى للناس السائلين العام المقلدين، والحكم يعني القضاء في مجلس الحكم والنظر في المحكمة حين يحكم بين المتخاصمين إلا من مجتهد، لأن كل منهما مخبر عن حكم الله، القاضي والمفتي كلاهما يخبر عن حكم الله، ولا يجوز هذا إلا من مجتهد، لأنه هو الذي يعرف أحكام الله تعالى. نعم تفضل. ويجوز من المفضول، ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل، ولا يلزم العامية التمذهب بمذهب معين، وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه، وله رد الفتوى وثم أهل وإلا لزمه، ولا يلزمه جواب ما لم يقع وما لا ينفع السائل أو لا يجهله، ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك. أحسنت. قال ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل. يجوز أن يجتهد المفضول والفاضل موجود حي يستطيع النظر والبحث والاجتهاد، يجوز. وكذلك التقليد، يجوز أن يقلد المفضول مع وجود الفاضل، ويجوز أن يسأل العامي المفضول المجتهد المفضول ويترك المجتهد الفاضل. وفعل الصحابة رضوان الله عليهم خير دليل على هذا. أليس الناس كانوا يسألونهم؟ الناس ما كانوا يسألونهم عن مسائل العلم؟ الصحابة ما يسألونهم الناس؟ طيب هل كلهم تزاحموا على باب أفضل واحد منهم وهو أبو بكر رضي الله عنه وقالوا يلزم أن نقلد الفاضل؟ ولا منهم من يسأل أبا بكر، ومنهم من يسأل عمر، ومنهم من يسأل عثمان، ومنهم من يسأل علي رضي الله عنهم جميعا، ومنهم من يسأل غيرهم من الصحابة، أليس كذلك؟ وما أنكر الصحابة على السائلين الذين سألوا المفضول مع وجود الفاضل. إذن في الاجتهاد والتقليد كذلك، كلاهم الحكم واحد. قال ولا يلزم العامية التمذهب بمذهب معين. لا يلزم، لاحظوا ما قال لا يباح، لاحظوا عبارات الأصوليين ودقتها، هل قال لا يباح ولا قال لا يلزم؟ لا يلزم، يعني ما يجب عليه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ بجميع أحكامه رخصه وعزائمه، ما يجب. لماذا؟ تفضل. طيب جزاك الله خير. يعني وأيضا أن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسائر الأدلة التي أوجبت على العام سؤال العالم وما أوجبت التمذهب. لكن من حيث الجواز، من حيث الجواز يجوز أن يتمذهب بمذهب معين، والواقع يشهد بهذا. من يوم ظهرت المذاهب إلى اليوم أليس الناس يتمذهبون؟ يتمذهبون، وما ينكر أحد منهم على أحد، فهذا سائغ ولا شك. نعم لكن تفضل. جزاك الله خير. نعم بارك الله فيك. ثم قال وعلى المجتهد أن يعمل بموجب بفتح الجيم، موجب معناه مقتضى، وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له
وعليه. نعم، هذا 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 واضح. المجتهد يجب أن يعمل بما وصل إليه اجتهاده، إن له أو عليه، الحقوق التي له والحقوق التي عليه، فيما يباح وفيما يحرم وفيما يجب وضمان المتلفات ونحو ذلك، فيعمل بما وصل إليه اجتهاده. قال: وله، من هو المجتهد؟ وله رد الفتوى. وثم، أي ويوجد، يوجد هناك غيره أهل، في بعض النسخ إضافة كلمة غيره، وثم غيره أهل، يجوز للمجتهد والمفتي أن يترك الفتوى وأن يرد السائل إذا وجد غيره قريب يمكن للعام بكل يسر وسهولة أن يصل إليه، يعني ما عليه مشقة، فحينئذ ما يلزمه. بل كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، ويتمنى كل واحد منهم أن صاحبه يكفيه الجواب والفتوى. قال: وإلا لزمه. ما معنى وإلا؟ يعني وإن لم يكن ثم غيره أهلا لها للفتوى فإنه يتعين عليه، يصير في حقه فرض عين، فرض عين. واضح؟ قال: ولا يلزمه، أي المفتي المجتهد، جواب ما لم يقع، يعني لو سأله سائل عن مسألة لا وجود لها، لا وجود لها، إنما يفترضها افتراضا، فهل يلزمه الجواب؟ لا، ما يلزمه لعدم الحاجة إليها. قال: ولا ينفع السائل. كلمة ما ليست في باقي النسخ المطبوعة، وإن كان وجودها صحيحا أيضا. ولا ينفع السائل، يعني وما لا ينفع السائل، يعني لو سأل سؤالا لن يستفيد منه السائل، ولو أجابه لن يفهم الجواب، يعني لا لن يستفيد أو لا يفهم الجواب، فهذا يكون من باب تضييع الأوقات، صح؟ ما يجوز، ما يصح هذا. يعني لو سأله مثلا أيهما أفضل، أبو الدرداء أو عمار بن ياسر، سوف يقول له: وما تستفيد في دينك أو دنياك إن عرفت أيهما أفضل، أبو الدرداء أفضل ولا عمار؟ واضح؟ يعني ما يستفيد من هذا السؤال. أو سأله عن بعض دقائق العلم، لو قال له: ما معنى القران في النظم يوجب القران في الحكم، وهما ما يحسن قراءة الفاتحة، لو شرح له ساعات فلن يفهم القاعدة، فهذا لا يلزمه أن يجيبه. واضح؟ نعم. قال: أو لا يجهله، يعني ولا يلزم المفتي أن يجيب المستفتي في شيء يعلم المفتي أن مثل هذا السائل لن يجهل مثل هذا. تفضل يا أخي، تفضل. لو قال له: يا شيخ، ما حكم صوم رمضان؟ يجيبه؟ ما يجيبه. ما حكم الصلوات الخمس؟ هل عقوق الوالدين حرام؟ مثل هذه المسائل يعني يكون السؤال عنها من العبث، فما يلزم المجتهد الجواب عنها لأنها لا تخفى على أحد من المسلمين. ثم قال: ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك. لا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك. سأله مثلا، قال له: يا شيخ، ما حكم غسل الجمعة؟ فقال: غسل الجمعة مشروع. أو يقول له: هل يجب غسل الجمعة؟ فقال: هو مشروع. طيب، مشروع الشيء المشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فهذا هل أجاب؟ ما أجابه. أو يقول له مثلا: هل يجب علينا أن نصوم بعد طلوع الفجر؟ فما يجيبه مباشرة، يجوز أو لا يجوز؟ يقول: إن كان الفجر كاذبا، فجر الكاذب، فما يلزمك الصوم بعده، وإن كان الفجر الصادق وجب عليك الصوم. واضح؟
مرد هذه المسألة الأخيرة إلى أن الفتوى تعليم لا تجهيل، تبليغ لدين الله، لدين الله، فلا بد أن يكون الجواب واضحا ليس فيه اشتراك وإجمال. وكذلك سؤال المستفتي إن كان هو مشترك فيه مشترك كما مثلنا أو مجمل فيجب عليه هو أن يسأله، أن الشيخ يسأل السائل ماذا تريد، نعم، ويجيبه بما يفيده. نعم، ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.